وقال لها: أنا عارف كل حاجة. مليكة بصدمة: إيه؟ فلاش باك من 10 سنين فاتوا، كان ساعتها عمر مليكة 10 سنين، وريان كان 17 سنة، وكان واقف ساعتها مع بنت مصاحبها: أنا هستناك بالليل، ما تنساش بقى الساعة 11 بالظبط في الكافيه. لا طبعا، عمري ما هنسى. وكملوا كلامهم وهم بيهزروا وبيضحكوا مع بعض، وما خدوش بالهم من الصغيرة اللي واقفة بغيرة وهي بتراقبه. وقيس فجأة بتزق البنت في البسين، جرى عليها ريان وخرجها من البسين، وراح ماسك ايد مليكة بقوة وقال لها: ايه اللي عملتيه ده؟ انت دماغك فيها ايه؟ سيب ايدي يا ريان، ايدي وجعتني. مش هسيبك الا لما تقولي لي عملتي كده ليه. مش هقولك يا ريان. ما اسميش ريان، اسمي ابي ريان. ما تنسيش ان اكبر منك بكل السنين دي كلها. مش هقولك، مش هقولك، لانك واحد قليل ادب بتقف مع البنات وبتهزر معاهم. انا قليل ادب؟ رفع ريان ايديه وضربها بالقلم. اياك اشوف وشك تاني. سامعه؟ انا بكرهك، بكرهك يا ريان. السلام عليكم احلى اخوات، لو عجبتكم قصتنا ما تنسوش تضغطوا لايك. هو في مكتب الجد، مش عاوز اقولك يا مليكة فرحتي بوجودك جنبي هنا قد ايه يا حبيبي يا جدو، وانا كمان. بس ايه؟ سكتت مليكة وما قدرتش تتكلم. مش عاوزة تكملي كلامك، بس هكملهولك انا. انتي مش عاوزة تقعدي في نفس المكان اللي ريان فيه، صح يا مليكة؟ مليكة ببكاء: ايوه يا جدو. لان قطع الجد كلامها وقال لها: انا عارف كل حاجة. مليكة بصدمة: ايه؟ فلاش باك من 10 سنين فاتوا، كان ساعتها عمر مليكة 10 سنين، وريان كان 17 سنة، وكان واقف ساعتها مع بنت مصاحبها: انا هستناك بالليل، ما تنساش بقى الساعة 11 بالظبط في الكافيه. لا طبعا، عمري ما هنسى. وكملوا كلامهم وهم بيهزروا وبيضحكوا مع بعض، وما خدوش بالهم من الصغيرة اللي واقفة بغيرة وهي بتراقبه. وقيس فجأة بتزق البنت في البسين، جرى عليها ريان وخرجها من البسين، وراح ماسك ايد مليكة بقوة وقال لها: ايه اللي عملتيه ده؟ انت دماغك فيها ايه؟ سيب ايدي يا ريان، ايدي وجعتني. مش هسيبك الا لما تقولي لي عملتي كده ليه. مش هقولك يا ريان. ما اسميش ريان، اسمي ابي ريان. ما تنسيش ان اكبر منك بكل السنين دي كلها. مش هقولك، مش هقولك، لانك واحد قليل ادب بتقف مع البنات وبتهزر معاهم. انا قليل ادب؟ رفع ريان ايديه وضربها بالقلم. اياك اشوف وشك تاني. سامعه؟ انا بكرهك، بكرهك يا ريان. باك، انتي معجبة بيا يا مليكة. كنت يا جدو. لا ما تضحكيش على نفسك وما زلت.